الأسبوع ده كان أسبوع حافل وكبير جدا في مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ بيعمل دور مهم جدا، وهو أنه بيناقش القوانين وبيحط عليها بعض التعديلات، القوانين اللي الحالية أو المقترحة من الحكومة بيحط عليها تعديلات وأفكار وخبرات، ثم يحيلها إلى مجلس النواب لمناقشة أخرى وتنقية وتنقيح للمرة الثانية. عشان كده هنلاقي أنه القوانين في مصر بتتعصر اليومين دول، بيطلع إذا صح التعبير وما كناش منحازين أفضل ما فيها لسير تطبيق القانون، لأنه طول الوقت كان عندنا تحدي كبير جدا أنه القانون موجود بس مش عارفين نطبقه، لأن هناك في نص القانون ما يمنع تطبيقه أو ما يخليه أو اللي بيفصله شوية عن الواقع. واحد من القوانين اللي كانت موجودة بالفعل كان قانون العمل، صدر سنة 2013 وكان قانون مهم جدا، لكن في بعض البنود كانت غير معقولة أو بتخليه مش سهل تطبيقه. التفاصيل دي كلها اتناقشت الأسبوع ده في مجلس الشيوخ، وتحط مجموعة من المعايير اللي تبدو للناس أنها أصعب، هتصعبها على الناس أو على العامل، لكنها بصراحة جدا اللي ماشي مظبوط مش بيقلق خالص من الحاجات دي، لأنها بتحمي حق الشخص اللي ماشي مظبوط في مؤسسته. مش عايزة أتكلم كتير وأرغي كتير، لكن عايزة أسأل الزميل العزيز والنائب عمرو عزت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير عليك سيادة النائب. مساء النور فندم. محتاجة يعني نلخص للناس كده ايه اهم التغييرات اللي قدمت على قانون العمل المطروح، واللي ممكن تكون لصالح مش بس العامل لكن لصالح المؤسسة ككل، لانه بعض الناس شايفة انها يحظر يحظر يحظر، ففي حظر كتير جدا. هل ده لصالح الموظف اولا؟ واحكي لنا كانت ايه الاسباب. طيب يعني خلينا في البداية نقول ان الايام اللي بيناقش فيها مجلس المصري عمل ده مشهود للدولة الوطنية المصرية. القانون بينتظره ملايين من عمال معولين فيه على الدستور المصري في مواده 12 و13 و27 اللي بتتحدث بشكل جلي وواضح حقوق العمال ومطالبهم. مجلس الشيوخ قانون العمل واجد امام قاعته موقره، قانون غايه في الاجتماعي بيحتاج الى ميزان من الذهب لضبط العلاقه والايقاع ما بين العامل وصاحب، واحنا دايما كنا بنقول يعني طبقا للقوانين العمل السابقه المعمول بها ان هي قوانين، انه قانون عام كان لا يحقق او ايقاع ما بين فئتين لا تصالحهم. اعتقد ان قانون العمل اللي بيناقش امام مجلس الشيوخ الان خرج بكثير حزن في العلاقه ما بين رب العمل والعامل، اصبح ادوات منظمه وقوانين او مواد منظمه تحمي الطرفين وتعمل على ضبط الايقاع في العلاقه. قانون العمل الجديد انتصر للمراه وانتصر لعماله الاطفال والامان في التشغيل السلامه المهنيه. حتى الان قانون العمل معروض امام القاعه الموقره مجلس الشيوخ، وامامنا بعض التعديلات الهامه لنكون، مش عايز اقول ان احنا بننحاز لطرف عن طرف، العامل عن صاحب العمل، لكن كل هدف مجلس الشيوخ انه يطلع قانون متوازن يحقق التوازن لصالح الدولة الوطنية المصرية من ضمن القوانين اللي احنا يعني هتبقى ان شاء الله محل نقاش بشكل كبير جدا في جلسة يوم 30/1 في المادة المتعلقة بالمادة 142 من قانون العمل، واللي هي بتتحدث عن يعني اذا كان ان شاء الله المجلس وافق على التعديل المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأعتقد إن احنا كده نخرج بقانون متوازن يحقق توازن ما بين الطرفين. نص المادة بيتكلم عن المادة 142 تحديدا، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير المحدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه. في نص المادة الأولانية يعني أعتقد إن هي بتدي الحقوق المادية للعامل، ولكن احنا بنطالب إذا العامل تم فصله بسبب غير مشروع فإنه ياخد
تعويض مادي عن الفتره اللي قعدها من في الشغل او فتره الفصل مع العوده مره اخرى للعمل. هنا اصبحنا ان احنا بندي لرب العمل سلطه الفصل علما بان قانون العمل في مواد من مواده بتنظم انه لا يجوز فصل العامل دون اللجوء او دون الموافقه المحكمة العمالية. أعتقد المادة دي مادة مهمة جدا. أعتقد أن المادة دي وتعديلها إذا مر في القاعة يوم 30/1 إن شاء الله في تعديل مقدم من تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، أعتقد أن احنا بشكل كده نخرج بقانون غاية في التوازن وضبط الإيقاع ما بين رب العمل و العامل. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا. ويمكن ملخص كلام عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنه القوى العامه الاستاذ عمرو عزت هو يخص كده انه في حاله كده من ضبط الاداء اللي لازم يحصل ما بين العامل وبين صاحب العمل، يعني حتى صاحب العمل ليه حقوق لازم قانون العمل يحفظها، ومن اهمها سريه الاوراق الخاصه بالعمل، من اهمها عدم تلقي هدايا او رشاوى او اي مسمى اخر، من اهمها الاقتراض من عملاء المؤسسه او التعامل غير الشرعي. دي تفاصيل كتير في القانون وان شاء الله اتكلم عنها باستفاضه اكتر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمرو عزت وكيل لجنه القوى العامله بمجلس الشيوخ عن تنسيقيه الاحزاب والسياسيين.